ومن ضمن نجوم مصر اللي شفناهم متوجهين للرياض محمد عبد الرحمن اللي نشر صورة بتجمعه بعلي ربيع على تويتر وعلق عليها مع رفيق كرسي الطيارة إن شاء الله تنورونا في حفلات مسرح مصر اللي بتبدأ يوم الخميس. وأيضا من ضمن نجوم مسرح مصر اللي وصلوا للرياض نشر كريم عفيفي عدة صور على إنستغرام وعلق على واحدة منها وكتب مستنيكم في موسم الرياض في السعودية. أما الصور اللي نشرها حمدي المرغني فشفنا فيها نجوم كثار من بينهم أشرف عبد الباقي ومصطفى خاطر ومصطفى بسيط وغيرهم. وبدور أشرف عبد الباقي نشر بوست مع فريق العمل من الباص وكتب أنا والشباب الحمد لله وصلنا السعودية ومتحمسين قوي لفعاليات موسم الرياض.